خلينا نروح لأحد نجوم النادي الأهلي الكبار، النجم الكبير كابتن رضا شحاتة. يا كابتن رضا، ما عرفتش أجيبك الاستوديو، قلت أجيبك في التليفون. حبيبي يا كابتن اسلام، انا معاك في اي حاجه والله، انت عارف. ازيك يا كابتن رضا، اخبارك يا حبيبي؟ حبيبي زي الفل والله يا كله حبيبي، تمام؟ الحمد لله الحمد لله والله لعبت تمام ماتشات الحمد انت لله. برضو في تونس كتير الحقيقه. دائما العلاقات المصريه التونسيه والاهلاويه الترجويه علاقات كبيره جدا ومحترمه جدا. طبعا يعني انت بتتكلم على شعب تونس والمصريين عموما، احنا متفاهمين جدا وقريبين جدا من بعض على طريقه الصفات حتى والسمات الشخصيه والحياه، قريبين جدا. وليك بقى انت كاهلي نادي كبير والترجي نادي كبير، فطبيعي ان يبقى في علاقات محترمه جدا بين الناديين. الكبير كبير يا كابتن اسلام، صحيح، في تعامله في الرقي بيبقى طبيعي، طبيعي بيبقى حاجه منطقيه وحاجه طبيعيه ان كل واحد بيتعامل بقيمته في مجاله وفي حتته باسم ناديه، وكل صحيح، واحد بيدافع عن اسم ناديه شكلا ومضمونا يعني. فمهم جدا الحاجات دي تبقى موجوده دايما واضحه للناس، والحمد لله العلاقه دايما بيننا كويسه الحمد لله. والحقيقه وجود الكابتن محمود الخطيب على راس وفد لاستقبال بعثه نادي الترجي يوم الاربعاء، يعني اعتقد ان يعني حاجه جميله جدا جدا. وكان برضو على الجانب الاخر وجود رئيس نادي الترجي الاستاذ حمدي المؤدب برضو على راس وفد لاستقبال كابتن محمود الخطيب وبعثه النادي الاهلي، حاجه محترمه جدا جدا وتدل على متانه العلاقات الاهلاويه الترجويه والمصريه التونسيه. طبعا يعني انت بتتكلم في رؤساء انديه كبار لناديين كبار جدا سواء في تونس او في القاهره، فطبيعي ان الموضوع يتعمل بشياكه وبيتعمل باحترام يليق باسم الرؤساء الانديه. انت بتتعامل في ناديين كبار جدا على المستوى في تونس وفي مصر، فدي حاجه طبعا يعني انا بشوفها تدل على حجم الناديين يعني، فده حاجه محترمه جدا، ويا رب دايما يبقى العلاقه دايما فيها ود وفيها حب وفيها شياكه يعني زي ما بيقولوا. حقيقي. طيب على الجانب الآخر من الناحية الفنية، كيف رأيت المباراة الأولى في تونس وهل كنت متوقع هذا الشكل؟ ثانيا كيف ترى المباراة الثانية؟ ماشي، يعني الكلام على اللقاء الأول، أنا شايف إن النادي الأهلي نجح بشكل كبير جدا في فرض طريقة اللعب وفرض أسلوبه على شكل اللقاء، لأن بدأت أحس إن في ناس بتقول إن الترجي مش فرقة جامدة، كان ممكن نكسب كان. لا 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 لا، لو سمحتوا الموضوع مش كده، الموضوع كله إن النادي الأهلي طريقة لعبه وأسلوبه خلى الترجي شكله باللي أنت شفته ده، طريقة لعب الأهلي والطريقة الدفاعية المنظمة جدا والالتزام الدفاعي من الثلاثي الأمامي اللي هو حسين الشحات ووسام وبيرسي تاو، الالتزام الدفاعي خلى شكل الترجي مش اخطر حاجه بالنسبه لك في ثلاث امور. بالنسبه لك دفاعيا كانت منظمه جدا، حصل لك مشكله في بدايه اللقاء ما حسيناش بيها برده الحمد لله، كريم نزل مكان علي معلول قفل الحته دي. فالحاجه الوحيده اللي كنت واخد عليها بس ان احنا الشكل الهجومي ما كانش افضل حاجه، وده وارد في النهائيات وده وارد في الكوره، ان ممكن يكون حتى الهجوميه مش افضل حاجه وانت كمان خارج ارضك، فانت مش محتاج تندفع تستقبل هدف او حاجه تعمل لك مشكله، فانت نظمت اللقاء زي ما انت عايز الحمد لله، خرجت بيه بشكله اللي انت محتاجه. ونيجي بقى القاهره لها حسبه ثانيه وليها قصه ثانيه خالص، ولكن انا شايف ان الاهلي خد اللي هو عايزه بالشكل اللي هو عايزه. ممكن الناس شويه شايفه ان بس كاو او حسين ما عملوش الواجب الهجومي، ولكن لازم تبص على الجانب الدفاعي اتعمل بنسبه قد ايه؟ على الاقل 90%. لا يعني برضو من الناحيه الفنيه في المباراه، لما تيجي تتفرج على المباراه يعني الفريقين يا جماعه فريقين كبار جدا في افريقيا، وبالتالي انت بتلعب احد واحد من اهم واكبر الانديه في افريقيا، فمليون في الميه لازم تلاقي الماتش مقفول سواء هنا او هنا. بالظبط بالظبط، انا بس لعبت حسيت ان الناس بدات تقول ان الترجي لا ده احنا كان ممكن. لا لا لا، ما فيش الكلام ده، كل ده لا الفرقه بتلعب. انا بيتهيألي يا كابتن رضا، معلش انا اسف، انا بيتهيألي وانت بتتفرج فرجتك مختلفة لأن أنت مدرب وشايف. أنا من الناس اللي كنت شايف إن الترجي جوه الملعب واقفين بشكل جيد جدا جدا جدا، سواء من الناحية الدفاعية ما شفناش برضو الناحية الهجومية بشكل كبير، ولكن زي ما أنت قلت لأنه كل واحد في النادي الأهلي كان ملتزم بأدواره الدفاعية بنسبة أكبر من الأدوار الهجومية. بالظبط، اللي أنا أقدر أقوله أو ملخص اللقاء بالنسبة لي، الفرقتين احترموا بعض جدا. نعم، الفرقتين احترموا بعض، يعني احنا واقفين دفاعيا منظمين عاملين مقدرين الترجي، والترجي واقف في الحاله الدفاعيه مركز قوي بيحترم النادي الاهلي. ده اللي خلى اللقاء زي ما انت شفته كده او الناس شافته مقفل هنا وهنا، الحلول الهجوميه قليله هنا وهنا، ولكن
احنا في مصر غير بالنسبه لنا، يعني عندنا القصه في مصر غير. بالظبط، كيف ترى بقى غير. مصر هيحصل ايه؟ القاهره لا، جمهورنا جمهور استاد القاهره 60,000 متفرج على الاقل. تشكيل هنشوفه، التشكيل ساعتها انا شخصيا ما بيفرقش معايا في مثل هذه المباريات تشكيل، لانه وجهه نظري ان اي 11 هيلعبوا هتبقى عندهم الدوافع القويه جدا جدا. ممكن اسلام يلعب على رضا بسبب حاجه صغيره جدا، تفصيله معينه في دماغ المدير الفني، لكن في النهايه ال 11 اللي هيلعبوا هيبقى عندهم الدوافع الكبيره جدا لهذه المباراه. لا خلاص، احنا خلي بالك احنا في حته يعني الحمد لله بقى لنا فتره طويله بنوصلها، يعني تقريبا النهائيات كلها الاخيره احنا موجودين فيها الحمد لله. فانت بتتكلم مع لعيبه متمرسه، خلاص القصه دي متمرسه ان هي ممكن ما بقاش موجود في البدايه وممكن ابقى موجود الشوط الثاني، الحاجه في دماغ المدير الفني او في فكر المدير الفني تحترم. ما اظنش ان اللقاء ده هيبقى فيه حسابات شخصيه، وجهه نظر يعني الحسابات كلها ان ازاي يطلع بالبطوله السنه، ده الهدف الاساسي للنادي الاهلي، وده الهدف اللي الجمهور رايح عليه، ان احنا البطوله ان شاء الله في النادي الاهلي. واتوقع اللعيبه نفس الكلام، اتوقع ان التحضير كويس قوي. ان شاء الله انا بقول جمهور النادي الاهلي التواجد في اللقاء وطريقه التشجيع وتوقيتات التشجيع هتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي ان شاء الله. فباذن الله البطوله اهلي باذن الله. وانت قاعد بتتفرج على ماتش الترجي والاهلي المباراه الاولى، مين اللي في الترجي شايف ان احنا لازم نركز عليه كنادي اهلي في المباراه القادمه امام، سواء من الناحيه الدفاعيه او من الناحيه الهجوميه، يعني طيب. قوه او ضعف؟ طيب هكلمك كرضا شحاته. طبعا كرضا. انا ما بشيلش هم لعيب. اوكي. يعني انا دايما اشوف ان انا نادي الاهلي افكر انا هعمل ايه، انا النادي الاهلي هعمل ايه، هلعب ازاي، طريقتي ازاي. هو عنده اللي عنده، ما عنديش مشكله ايا كان اللعيب ده بيعمل ايه. طالما انت واقف منظم دفاعيا زي ما حصل الدور الشوط الاولاني، زي ما احنا بنقول بنقسمه على شوطين في الترجي او في تونس، الوقفه دي مهما كانت قوه اللعيبه اللي قدامك ما عنديش ازمه مع اي لعيب. المهم انا تبقى حالتي عامله ازاي في الحته الهجوميه، ده مهم جدا بالنسبه لي. او اهم، اول حاجه ما تاخدش مني في التفكير كتير ان هم بيلعبوا ازاي او طريقتهم ازاي، او انت في مصر انت مش هيبقى ليك طريقه، احنا هيبقى نفرض طريقتنا واسلوبنا. ده مهم جدا يتعمل، اهم ما او اخطر ان انا اقعد افكر هم بيلعبوا ازاي او خطورتهم فين. انا بشوف ان الخطوره كلها ان انا نادي الاهلي وانا بعمل الحاله الدفاعيه بالشكل الكبير ده لازم يبقى الحاله الهجوميه فيها نسبه اعلى من اللي كانت موجوده في الترجي. فاتمنى ان ده يحصل ويبقى اللعيبه في حالتها، يعني امام يبقى في حالته، حسين في حالته، بيرسي تاو في حالته، كريم، الناس كلها تبقى في حالتها طبعا ان شاء الله. يعني حاله اللاعب او حاله اللاعبين يوم المباراه تحديدا بتفرق، يعني عمرنا ما بنشكك في لاعب او في حاله او انا اسف في مستوى لاعب، لانه في النهايه يوم المباراه ده محدش عارف مين هيبقى ايه وكويس ولا وحش، لان هو ده اللي بيفرق مع المدير الفني اعتقد يا كابتن رضا. طبعا احنا للاعب كوره يا جماعه، دايما نقول للاعب كوره شويه عنده شويه تفاصيل مهمه جدا. انت ممكن تيجي طول الاسبوع اقول ايه، انا كنت الماتش الاولاني كنت كويس فما كنتش باكل مش عارف ايه فانا مش هاكله النهارده عشان افضل كويس. ايوه. وممكن تتفاجئ برضو ان انت يوم الماتش مش في حالك. يعني دي كوره، يعني دي كوره. ولكن اللعيب دايما خلي بالك ان اللعيب دايما في الماتشات النهائيات بيحاول الحاجه اللي بينجح بيها طول الاسبوع بيحاول يكررها، هي ما بيغيرش فيها سنتي. صحيح. لا بيجي بادي يعني لا بياكل حاجه هياكلها تاني، لو بيشرب حاجه قبل الماتش هيشربها تاني. التفاصيل دي احنا عشناها وعارفينها وعارفين اللعيب ده من بدري قد ايه، ولكن تصحى الصبح الله اعلم. ممكن تلاقي اليوم ده الدنيا مش ماشيه، اليوم ده الدنيا ماشيه. برافو عليك. وخلي بالك وممكن تبقى حاسس ان انت الدنيا تمام وانا مكسر الدنيا وصاحي فايق ومزاجي حلو وهعمل ماتش عالمي، تروح الملعب تدخل الماتش برضه. صح. كوره دي الكوره اللي عندنا، عشان كده بقول لك اتمنى ان شاء الله يا رب يبقى اليوم يبقى لصالح النادي الاهلي واللعيبه كلها في حالتها يا رب، ان نبقى العدد الاكبر يبقى في حالته ومركز وعشان نقدر نحقق البطوله باذن الله. الجمهور بيخد اي حد، بيخد صاحب الارض او حتى ولكن وبيخد المنافس طبعا. هنا برضو اقدر اقول لك انه من المفترض ان شخصيه لاعب النادي الاهلي باي اسم موجود داخل النادي الاهلي يعلم تماما ان وراه 80 90 مليون اهلاوي، وبالتالي
يستطيع ان يتحمل الضغط اللي هيبقى موجود، لانه المدير الفني لنادي الترجي والصحف التونسيه، انا متابع جيد للصحف التونسيه يعني، بتتكلم على هذا الامر، انه النادي الاهلي هنا هيبقى مطالب ان هو عايز يجيب جون، ف كاردوزو هيشتغل على هذا الامر، ان هو هيحاول يقفل ويعتمد على الهجمات المرتده، الشكل اللي لعب بيه في بريتوريا مع سان داونز. بص انا يعني كل مدير فني بيبقى ليه طبعا حساباته، وكل واحد بيبقى شايف الموضوع من وجهه نظره، ولكن اتصور ان النهائي السنه اللي فاتت كان اصعب من النهائي السنه دي. النهائي السنه دي في ملعبك، السنه اللي فاتت كان بره. تقصد ان الثاني كان بره يعني، اوكي. الثاني كان بره فاصعب، انت في وسط يعني مش في جمهور، مش في وسط جمهورك. لما في القاهره اتوقع ان استاد القاهره غير، يعني جمهور الاهلي غير، تدخلات وتوقيتات اللي بيتدخل فيها جمهور الاهلي، اللي هو مثلا لو حس ان اللعيبه بدات تقل سن تركيز بيشجعوا في التوقيت ده، يختاروا التوقيت مناسب. فانا لا، انا براهن على جمهور الاهلي، انا شايف ان البطوله دي بالاخص انا بنسبه 80% جمهور الاهلي هو يبقى سبب رئيسي ان شاء الله ان احنا ناخدها باذن الله، لان تدخلاته في اللقاء هتبقى مهمه جدا جدا جدا، وجمهور الاهلي ذكي، فانا اتوقع ان شاء الله هيبقى عارف امتى يدوس وامتى يهد، يعني الحته دي احنا بنعرف نعملها كويس، والناس تعرف ان البطوله في مصر غير ان شاء الله يعني. طيب برضو عايز اسالك يا كابتن، او رسالتك بقى الاخيره للاعبين تحديدا قبل المباراه باربع ايام. رسالتي ليهم احنا يعني ما عندناش حل، هنكسب، ما عندناش حاجه ثانيه، ما حدش يعني ما عندناش حلول في نادي الاهلي غير ان هو حل واحد. ما عندناش حلين، يعني ما عندناش طريقين. يعني النادي الاهلي كجمهور وكاداره وكجمهور، يعني كل حاجه في النادي الاهلي ما عندناش غير المكسب يا رجاله، انت ما عندكش رفاهيه ثانيه، احنا ما فيش رفاهيه في الكوره عندنا. البطوله دي بتاعتنا وفي ملعبنا وفي وسط جمهورنا. فكل واحد يبقى قاعد كده من دلوقتي يفكر هي هتخلص ازاي. ما عندناش حل ثاني. ربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله يوم السبت ونستطيع ان نفوز بهذه البطوله. اشكرك يا كابتن رضا على وجودك معانا، النجم الكبير كابتن رضا شحاته، نجم النادي الاهلي السابق.